بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كايرو دار. بنكمل المداخل الضروريه لكتاب الايام لعميد العربي. وصلنا لحد فين؟ ما الذي كان يؤذي طه حسين بشده؟ اما قلنا منذ قليل طه حسين اهدى الكتاب للمكفوفين. طبعا في بعض الناس بتتعامل مع الناس اللي ممكن تكون فقدت حاسه البصر او فقدت مثلا عضو من اعضائها بصوره غير لائقه، هم ناس طبيعيين زينا بالظبط، ولابد ان نقول المعامله عاديه، ان احنا ممكن نقول لهم كلام يؤذي مشاعرهم. فطه حسين اللي كان بيؤذي جدا مين؟ نظرات الرحمه والاشفاق من الاهل. لما تنظر النظره فيها يعني اشفاق، فيها استعطاف جميل واحساس السخريه من بعض الناس والازدراء الاحتقار من الاخرين، يبقى ده كان بيؤلم مين؟ كان بيؤلم جدا مشاعر طه حسين. طيب كان طه حسين عايش بين ظلامين. طبعا هو ظلام الرؤيه لانه فقد حاسه البصر، وظلام الجهل اللي كان منتشر في مين؟ اللي كان منتشر في عصره. لان طه حسين لما ظهر كان في نسبه جهل واميه كبيره جدا منتشره في مين؟ في المجتمع المصري. اذا الظلامان اللذان يعني كان عايش فيهم طه حسين، ظلام الرؤيه وظلام الجهل. ونيجي بعد كده لمين؟ نيجي بعد كده الى سؤال اخر، ما الذي كان يتمناه ويرجوه طه حسين لاصدقائه المكفوفين؟ طبعا قال لهم ايه؟ هو اهدى لهم الكتاب. قال لهم والله انتم ممكن تلاقوا في الكتاب ده نوع من انواع التسليه. جميل؟ اللي تخاف عليكم برضو بعض اعباء الحياه. هتلاقوا كمان في مش كده وبس، هتلاقوا في التشجيع ان تستقبلوا الحياه مبتسمين ليها. كمان تتغلبوا على كل الصعاب اللي في حياتكم وتذللوها بالصبر، بالجهد، بالتحمل، بالامل المتصل، بالرجاء الباسم. طبعا هذه الالفاظ هي الفاظ كتبها طه حسين، ولما نيجي نقرا الايام نشعر بهذه يعني الاسلوب الممتع في مين في القراءه، اسلوب سهل وبسيط بيكتب بيه طه حسين مين؟ كتابه من كتابه الايام. يبقى اذا هو تمنى لهؤلاء الاصدقاء ايه؟ يلاقوا في الكتاب ده تسليه عن هذه المتاعب الموجوده جوه الحياه، كمان مش كده وبس، يلاقوا فيه نوع من انواع التشجيع وبس الامل واستقبال الحياه وهم مبتسمين مش عابسين، كمان مش كده وبس، يتغلبوا على الصعوبات اللي في حياتهم مين؟ عن طريق مين؟ لازم يكون عندهم صبر، عندهم بذل الجهد والاراده والتحدي، يتحملوا، يتحلوا بالامل، وكمان يكون عندهم امل رجاء باسم لهذا مين؟ لهذا المستقبل. مش كده وبس، طه حسين بدا يقدم لي نصيحه لانه راجل نموذج للانسان عامه مش للمكفوفين فقط. نصح يساله بقى ايه؟ قال له عليك ايها الانسان ان تلقى هذه الحياه وانت باسم مش عابس، تبقى جد مش تبقى عابس. يعني هو بيدي النصيحه دي لكل انسان. جميل، فالايام للجميع ليست للمكفوفين فقط، ولكن هي نموذج بشري لانسان مر بصعوبات كثيره جدا. فبيقول لي ايه من خلال تلك الخبرات؟ اصله عايز يعلمني على نحو مباشر. بيقول لي ايه؟ تلقى الحياه وانت ايه؟ وانت باسم. واجه حياتك وانت عندك بسمات، بلاش العبوس والغضب والتكشير والحزن، لا خليك جاد، بلاش العبس. كمان مش كده بس، كمان الانسان لازم يحمل نصيبه من اسخاء الحياه، وكمان يؤدي نصيبه من واجباتها. الحياه مش سهله زي ما احنا متخيلين، الحياه محتاجه نوع من انواع بذل الجهد، فلابد ان نتحمل هذه الاثقال، ولابد ان نؤدي مين نقوم بواجبنا فيها. كمان مش كده بس، كمان لابد ان يحب للناس مثلما يحب نفسه، ويؤثر للناس بما يؤثر به نفسه من الخير. على فكره يعني عايز يقول لي ايه؟ عامل الناس باللي تحب انت كمان تتعامل بيه، حب للناس زي ما تحب مين؟ تحب لنفسك، فضل الناس او بما تحب ان تفضل به نفسك من الخير. يبقى اذا طه حسين اداني برضه عدد من النصائح اللي كانت مهمه جدا في مين؟ في هذا المدخل. طب سؤال بيقول هنا ايه؟ بيقول لي ما راي طه حسين في معامله ذوي الاحتياجات الخاصه؟ طبعا الحذر في معاملتهم تجعلهم يتالمون نتيجه ذلك، والمفروض ان يعاملوا معامله عاديه. احذر بني، احذروا بجد. لما الاقي انسان محتاج معامله خاصه اوعى تحسسه بهذه انه هو مختلف عنك، هو انسان عادي جدا، ولكن ربنا اذا كان حرمه مثلا بنعمه البصر على سبيل المثال فده مش ذنبه، انت تعامله كانه انسان مبصر تماما وتعامله عادي جدا، ولا يعني ايه ما تبينوش انت هو صعبان عليك او انت مثلا تشفق عليه او حتى ممكن تزدريه زي ما طه حسين قال او تحتقره، لا نعاملهم معامله عاديه جدا. وده اللي طه حسين بيقوله لنا في مين؟ في مقدمه كتاب مين؟ الايام. هم بيتالموا جدا لما حد بيحسسهم بنوع الشيء اللي هم حاسين انه ناقصين بيه عن البشر. يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ نعملهم معامله عاديه، لان ده بيخليهم ايه؟ اكثر ايه؟ اكثر سعاده. وده اللي كان عايز طه حسين لما كتب مين هذا الجزء. هسالك سؤال تاني واقول لك، طب ايه رايك في عنوان كتاب الايام؟ طبعا لا، الايام طه حسين بيحكي لي فيها ايه؟ طه حسين بيقدم لي حياته،
وحياتي عبارة عن مين؟ عبارة عن مجموعة أيام. فلما أقول اسمها الأيام يبقى أنا بقرأ فيها مين؟ العنوان جاي دقيق جدا في مكان بيناسب مفهوم السيرة الذاتية. المؤلف مش بيؤرخ لحياته كلها، لا ده بيقف عند عدد من الأيام اللي أثرت في حياته وبيعتمد فيها على مين؟ على الذاكرة. يعني أنا لما أحب أفتكر مثلا حياتي الماضية مثلا مش هقدر أفتكر كل التفاصيل، بس في بعض الأحداث حصلت في بعض الأيام أنا فاكرها. فلما طه حسين يقول لي هذه الأيام يبقى طه حسين إيه؟ بيقول لي أيام، فهي أيام من حياة مين؟ من حياة طه حسين. نيجي عند سؤال تاني، لو حابين نحط عنوان مناسب للقصة دي غير كتاب الأيام ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول قهر الظلام مثلا، لأن طه حسين قدر يقهر هذا الظلام ويقهر هذا العجز والصعوبات اللي ممكن تواجه هذا الإنسان وتحداه حتى حصل على أعلى الدرجات العلمية، وكان مش كده بس، وارتقى في يعني أسمى وأرقى الوظائف ممكن يرقى لها إيه؟ يرقى إليها الإنسان. يبقى إذا ممكن يكون عنوان آخر مناسب ليها هو قهر مين؟ قاهر الظلام، لأنه بقهر الإعاقة والقهر العجز والصعوبات والتحدي يوصل الإنسان إلى مين؟ إلى أعلى درجة علمية ممكن يكون بيحلم مين؟ بيحلم بيها. نيجي بقى السؤال، بيقول لي مثلا هنا إيه؟ طه حسين لما نقرأ كتاب الأيام نجد إن هو بيجمع ما بين الأصالة وبين المعاصرة. بين واحد يقول لك بيجمع الأصالة والمعاصرة، يعني إيه الأصالة والمعاصرة؟ الأصالة يعني قديم والمعاصرة يعني حديث. طب هل طه حسين جمع ما بين القديم والجديد؟ جمع القديم والحديث طبعا. نجد مثلا طه حسين عندما بدأ حياته في القرية ماذا فعل؟ كان يذهب إلى الكتاب وكان يحفظ القرآن الكريم وبدأ في حفظ القرآن الكريم. إذا حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر الشريف ويتعلم العلوم الشرعية واللغوية، علوم اللغة العربية زي النحو والصرف وغيرها، وعلوم العلوم الشرعية زي مثلا الفقه والتفسير وأصول الفقه وغيرها من هذه العلوم والحديث، يبقى كده جامع ما بين مين؟ ما بين دراسة العلوم الشرعية والعلوم اللغوية وحفظ القرآن الكريم. فدون أثقل طه حسين بثقافة أصيلة، هي الثقافة مين؟ هي الثقافة الدينية. ولما طه حسين يروح يذهب إلى مين؟ يدرس في الجامعة الأهلية، ويسافر بعد ذلك إلى مين؟ إلى فرنسا، ويدرس الآداب الفرنسية ويدرس اللغة اللاتينية ويعرفها أثناء هذه البعثة التعليمية. يبقى طه حسين كده جمع ما بين مين؟ جمع بين الثقافة الأصيلة وجمع ما بين مين؟ ما بين الثقافة المعاصرة. ده يعمل في الإنسان إيه؟ لما أكون أنا بجمع بين الاتنين يبقى أنا إنسان عندي وسطية، وسطية في التفكير، إني عارف القديم وكمان إيه ملم بالجديد. يبقى لما تكون أفكاري أفكاركم أفكار وسطى بين الاتنين تخليني إنسان موضوعي حتى في النقد، وتخلي كمان صدري واسع وأفق كمان إيه يتسع، يقبل النقد ولا يتنافر مع الآخرين. مش دايما أنا متمسك، أنا متحجر، متبني وجهة نظر محددة مثلا قديمة أو جديدة ولا أجمع بين الفكرتين. لا، جمع الإنسان بين القديم والجديد بين الأصالة والمعاصرة يخليه إنسان عنده موضوعية، يقبل الرأي والرأي الآخر. وده كان موجود عند مين؟ ده كان موجود عند طه حسين. كده يبقى احنا خلصنا المداخل الضرورية لكتاب الأيام، ونبدأ بعد كده في تناول مين؟ يعني الجزء الأول من الكتاب فصل فصل، واحنا دايما هتلاقونا واحنا بنشرح القصه ان شاء الله هنديك ملخص مبسط لاحداث القصه، وبعد كده عدد من الاسئله المهمه اللي ايه بتعالج الاحداث اللي موجوده والقصه تيسيرا لطلاب الثانويه العامه في دراستهم لكتاب مين؟ لكتاب الايام. كده احنا خلصنا المداخل، ونقابلكم مع اول فصل في الجزء الاول في اللقاء القادم باذن الله. في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.